عالم الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفلفل الحار أو الفلفل الهندي أو أي نوع من أنواع الفلفل اللي أنا حابب أزرعها. في أنواع فلفل كتيرة جدا بنشوفها في الأسواق وبنكون حابين نزرعها، ولكن ما بنعرفش نوصل لنفس البذور أو بذور نفس نوع الفلفل. فبالتالي أنا هنا هاخد نوع الفلفل اللي أنا حابب أزرعه من السوق أو من محل الخضار بنفس الطريقة. النوع ده من الفلفل هو نوع فلفل حار أو شديد الحرارة. هاخد ثمرة الفلفل بنفس الطريقة وهفتحها وهطلع البذور. هطلع البذور وهزرعها مباشرة بدون تنشيف وبدون تجفيف وبدون ما أعرض البذور لأشعة الشمس. هجيب ثمرة الموز وهاخد قشرة الموز. الموز ده احنا زارعينه في المنزل وفي فيديو خاص بطريقة زراعة الموز في الصيص وازاي نزرع الموز ويثمر عندنا. بعد ما اخدت قشور الموز هجيب الصيص واحط فيه تربة زراعية. انا هنا بستخدم سماد مشتل، والصيص طبعا فيه فتحات تصريف. هقطع قشر الموز قطع صغيرة بنفس الطريقة. بعد كده هبدأ انصر بذور الفلفل على سطح القصيص مع قشور الموز. كل كمية البذور اللي انا اخدتها هنصرها او هنصر بذرة او اتنين او تلاتة ايا كانت الكمية اللي انا عايز ازرعها، هنا هيكون عبارة عن مشتل. هزرع فيه بذرة او اتنين او مية او الف زي ما انا حابب ازرع. بعد ما نصرت كل البذور بنفس الطريقة هغطي البذور مع قشور الموز بنفس التربة اللي انا مستخدمها في الزراعة. بعد كده هرويها ري غمر وهخلي الصيص داخل المنزل، مش هعرضه لأشعة الشمس ولا للإضاءة، ومش هرويه مرة تاني لحين ما يبدأ عندي الإنبات. غالبا إنبات الفلفل بيبدأ في اليوم السابع لليوم التاسع، بخلاف الكوسة والخيار وغيرهم من أنواع القرعيات بيبدأ الإنبات في اليوم الثالث والرابع. هنا بدأ عندي الإنبات، هبدأ أروي الرية التانية. هروي الرية التانية وهرويها برشاش، مش هرويها ري غمر زي المرة الأولى، وهبدأ أعرض الصيص عندي لأشعة الشمس. هنا أصبح عندي أشتال الفلفل بوضع جيد، ممكن أبدأ أوزعها في المرحلة دي أو أنتظر لحين ما تعطيلي 3 إلى 5 ورقات حقيقيات. لكن أنا عشان أخد شكلة الفلفل وأزرعها بشكل جيد مش هاخدها بنفس الطريقة، لأن الطريقة دي غلط. أنا عندي الأشتال طلعت بدون المجموع الجزري كامل، فيها جذور ولكن جذور ضعيفة. فهطلع الأشتال بجزء من التربة وأخد الشتلة بالمجموع الجزري كامل بنفس الطريقة. هنا أنا أخدت الشتلة الفلفل اللي أنا هزرعها في القصيص. هنا الشتلة عندي بكامل المجموع الجزري، لكن لو انفصلت الشتلة عن المجموع الجزري فبالتالي مش هتكون شتلة مثالية أو مش هينفع إن أنا أزرعها لأنها غالبا هتموت. هجيب القصيص وهفتح فتحة في منتصف القصيص تناسب المجموع الجزري وهزرع الشتلة وأراعي إن أنا مكسرش الجذور. هثبت الشتلة بنفس الشكل وهرويها رية جيدة. هنا في المرحلة دي أصبح عندي نبات، فبالتالي هخلي القصيص خارج المنزل في البلكونة في حديقة المنزل على السطح في أي مكان يكون فيه إضاءة جيدة. حتى لو عندي إضاءة جيدة في المطبخ ممكن إن أنا أخلي القصيص عندي في المطبخ، ولكن بشرط يكون عندي إضاءة جيدة. النمو جيد ما شاء الله. في المرحلة دي هبدأ في تسميد النبتة عندي، وهنا أنا هستخدم فقط سماد الألوفيرا، مش هسمد النبتة عندي بأي نوع من أنواع الأسمدة الأخرى. سماد الألوفيرا أنا استخدمته في أكثر من نبات واستخدمته لوحده، ما استخدمتش معاه أي أنواع أسمدة أخرى، كان ما شاء الله ممتاز جدا جدا والنمو كان جيد. بنفس الطريقة هقطع الألوفيرا في القصيص، وكمية الألوفيرا اللي أنا هقطعها مش هتفرق، هي كانت كتيرة وهي كانت قليلة، المهم هو إزاي هرجع أضيف كمية تانية. بعد ما قطعت الألوفيرا اللي أنا سمد بيها النبتة هغطي الألوفيرا بالتربة الزراعية بنفس الطريقة. لو عندي إضاءة جيدة في المطبخ ممكن إن أنا أخلي القصيص عندي في المطبخ، ولكن بشرط يكون عندي إضاءة جيدة. بعد كده هروي النبتة وهرويها رية جيدة. هنا النمو جيد، وضع النبتة بشكل عام ما شاء الله جيد جدا. بعد ما أصبح عندي نمو جديد وأوراق جديدة وشتلة بوضع جيد هقص الأوراق السفلية، وبعد ما أقص الأوراق السفلية في الفلفل تحديدا هيبدأ يطلع عندي نموات وبراعم جديدة
على نفس العقدة اللي انا قصيت من عليها الاوراق بنفس الشكل. هقص الاوراق وهرجع مرة تاني اسمد النبتة، اضيف الدفعة التانية من سماد الالوفيرا. بشكل عام كل ما تتحلل الالوفيرا اللي انا ضفتها للنبات هقدر اضيف مرة تاني ومرة تالت ومرة رابع. الالوفيرا بتستغرق اسبوع لعشر ايام وبعد كده ما بتكونش موجودة في الصيص. في الحالة دي هقدر ان انا اضيف مرة تاني الوفيرا وهنتظر اسبوع لعشر ايام وبعد كده هرجع افحص الاصيص، مش هتلاقي اثر للوفيرا، هنقدر ان احنا نضيف المرة التانية. هستمر على نفس الوضع لحين ما تبدأ الشتلة عندي تظهر. التربة هنا انا خلطتها بسماد عضوي روث حيواني، بنجيب السماد العضوي الروث الحيواني ايا كان هو الدجاج او ابقار او اغنام وبنطحنه ونضيف 3 اضعاف الكمية تربة زراعية. يعني لو انا هخلط عبوة من السماد العضوي هخلط مقابلهم 3 عبوات من التربة الزراعية اللي انا بستخدمها ايا كانت التربة اللي حضرتك تستخدمها. بعد كده بخلطهم مع بعض وبنعمهم كويس وابدأ اضيفهم للنبتة على سطح الاصيص بنفس الشكل. بعد كده هروي النبتة، وطبيعي اي وقت هنسمد فيه النبات عندنا لازم نرويه بعد عملية التسميد. هنا شتلة الفلفل وضعها ممتاز واصبح عندي شتلة مثمرة وفيها ثمار وزهر، ما شاء الله شتلة ممتازة وضعها جيد، فيها الحين ثمار فلفل زي اللي انا اشتريتها في البداية من السوق اقدر ان انا اخدها واستخدمها، وفي زهر جديد وفي زهر عاقد، وضع الشتلة ممتاز جدا جدا. الشتلة دي مناسبة ان انا احطها في المطبخ او احطها في البلكونة او احطها في اي مكان، بشرط ان انا اوفر لي النبتة اضاءة جيدة. اضاءة جيدة ايا كانت الاضاءة، هي اضاءة شمس وداخلة المطبخ من الشباك او حاططها قريبة من اللمبة. اتمنى من الله ان يكون قدمت لحضراتكم معلومة مفيدة، اتمنى ان الجميع يكون استفاد، ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.